السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الغذاء ديالي اللي غادي نحضروا فيه ان شاء الله سمك مقلي. واليوم غادي نخرجوا ان شاء الله على المألوف وغنوجدوا واحد سلطه ميموزا اللي غنحتاجوا ليها البطاطا، الباربا، خيزو، الخيار. هادشي كلشي ان شاء الله غادي نسلقوه، وغنحتاجوا ليها الابزار، الملح، دانون مسوس او الزبادي مسوس بدون سكر، وجوج بيضات. نبداو على بركه الله. بسم الله. نحتاجو الجزر بهذه الطريقه. الا كان القلب صغير ما نحتاجوش نحيدوه، كان كبير غادي نحيدوه. والمقادير ديال هاد الخضار على حسب كل واحد الرغبه ديالته، واش يحتاج نص كيلو، نص كيلو او رابعه او كيلو ولا ربع، على حسب متوفر في الدار وعلى حسب عدد افراد الاسره. كيف ما دائما تنقول لكم، كملوا تقطع الجزر بهذه الطريقه، ما نديروش رقيق هكذا. ان شاء الله من بعد ملي غادي يوجد غنوريكم الطريقه كيفاش غادي نوجدوا ان شاء الله هذه السلطه اللي هي غنيه بالفيتامينات. كما تشوفوا هنا عندنا الماء مغلي، غنضيفوا ليه الملح، دائما نبغيو نسلقو الخضر نديروه في ماء مغلي باش الفيتامينات ديالها والمكونات ديالها ما يمشوش منها. كملوا هاد دابا، هادي فيها القلب كبير خصنا نحيدوه، واللي قلبه صغير ما نحتاجوش نحيدوه. هو ديما الجزر يبقى قطع كبيره. كملنا هنا، ناخذ الباربا نضيفه للطنجره الضغط مطيشه، والباربا هاد مطيشه نديروها باش ما تكحلش لينا الطنجره الضغط. الباربا ان شاء الله تسلق، والجزر يتسلق، والبطاطا ديالتنا نخليوها قطع كبيره بحال هكذا، ونديروها حتى هي تسلق في الملح، ونرجعوا معكم ان شاء الله ملي تسلقوا لنا البنات. من بعد ما تسلقت لنا الخضره ديالتنا درناها في الثلاجه تبرد، وفي هذا الاثناء غادي نوجدوا الحوت ديالنا. كل واحد واش من التتبيله تيدير ليه. انا هنا تندير القمح الصلب او القمح، تندير ليه البزار، الملح، ما نساوش بان اصلا الحوت مالح، والكمون. هذه هي التتبيله اللي تندير ليه، نخلطو الكل كيندمج. ناخذ السمك ديالنا بعد ما نقيناه ونشف، نحاول باش نديرو ليها التتبيله مع القمح. من ما سخن الزيت ان شاء الله نبدا نقلي. خليكم معايا، خليكم معايا. كاين اللي تيبغي الشرميله المغربيه عاديه بالعطريه، انا تنفضل في الحوت المقلي غير هاد الزهر والملح حتى تجي تنسيمتهم زوينه.
بسم الله. حنا اليوم خرجنا على المألوف حيت الوليدات شادين العطلات يلغوا شويه الحوت المقلي مرة اما هو يستحسن يداخل الفران ونبقاو بحال هكا حتى نقليو الحوت ديالنا وبين ما بردت ما شاء الله شلاضة ديالتنا نرجعو باش نوريكم كيفاش غادي نخدمو ان شاء الله باش نوجدوها. البنات من بعد ما خلينا الخضروات ديالنا يبردو طحناهم في هاد الآلة اليدوية على الراس كبير وغنبداو بسم الله. ناخذ اناء وناخذ هذا الدور ديال المول وتنفضل لو حبه لا كان ديال 26 28 عندي ديال 30 نتوما ديروا صغار منه غادي يجي مزيان. حاولوا نديروا على الدور ديال المول كامل باش يكون متساوي. هزو طبقة من دانون انا رزت علبة اخرى هي جوج علب ديال دانون ونحاولو باش نطلقوه بهاد الطريقة. نضيفو الجزر خليكم معايا نضيفو الجزر اللي بغا يكثر الكميه كيف ما ذكرت لكم يكثر درت الجزر كميه ما كثيرش نتوما يمكن لكم تكثروا. طريقه نضيفوا كميه اخرى من مايونيز عفوا من دانون ثم تضيفوا دانون وتشوفوا واش باقي مازال خاص ولا بركه هكذا الاشاره البنات هاد السلطه راه كاين تضيف لها حتى قطع البصله رقيقه انا الوليدات ما تيبغيوهاش ما تنضيفهاش. بطاطا ونضغطو بهاد الطريقة حاولنا نقادو كاع الجوانب نستعينو بهاد المعلقة
نديرو طبقه اخرى من دانون. دابا نضيفو بياض البيض ونديرو على طبقة من دانون. الدانون كيف ما سبق ليا وذكرت لكم راه طبيعي بدون سكر. انا درت هاد قطع الخيار، نتوما يمكن لكم ديروا قطع القزبر او معدنوس بهذا الشكل هكذا بحال شي تاج. نستمر بحال هكذا وانا تندير في قطع ديالي ديال الخيار ورجع معكم البنات. من بعد ما كملنا التساف ديال الخيار ديالنا ناخذوا اصفر بياض البيض ونوضعوا بهذه الطريقه. قبل ما نصرحيه المول ديالي بحال هذه الطريقه هكم بهذا الشكل تجي سلطه غنيه المكونات اللي فيها. البنات هذا هو الشكل ديال الحوت ديالنا وديال السلطه. نتمنى الوجبه ديال اليوم تكون عجبتكم وتنال رضاكم وبالصحه والراحه.